شافوا خويا اللي تيديهم ويوصلهم، شافوا الموظفات ديالهم وكل شيء. بدا البانيولا برلكار. واش انا غنتسنى ديرو كون كنت جاي عندي يخلاو في سروالهم كون كان عندي عندي ماما شحال من مرة عمرك لقيتي ماما نوتينغو تعليك؟ لا حبي بالعكس صراحة أنا كتعجبني خدمتك كيعجبني. سارة سارة قبل ما تجي عندي شنو كانوا تيقولوا لك العار؟ قبل ما تجي كانوا كيقولوا لي ما نمشيش لعندك، راه غتصورك، راه غتعمل لك، راه ما عندهاش الكاليتي، راه ما غتهلاش فيك، هادشي كانوا كيحرجوا. وكنت جايه لعندك وعقلتي كنت غير كنسيري لبيي وعيطت لك قلت لك حباش كيقولوا لي قلتي لي يلاه يا حبي واش منيتك بلا ما نهضر على هذاك الموسخ اللي دخل كيهضر مع السيده الاخرى وتيقول ماين كيهضر مع السيده. منين جيتي غدا ما بيني وبينك ساره قولي واحد تيلقى تلقى تيقول لك سانك زويولي شحال قولي شحال من واحد؟ 100,000 واحد. وانا كنكون دايره اللايف كيكون فيه 10,000 15,000 كيقولوا لي سنانك روعه. وانا شحال من واحد تيجي عندي دابا تيقول لي دير لي بحال ديال ساري يكون دير لي بحال ديال ساري يكون وانا حاسي دير لي بحال ديال ساري يكون يلا. اختي زعما لا حول ولا قوه الا بالله. الناس فاش ما كيلقاو ما يديروا تينوضوا تيبغيو يضربوا الناس في خدمتها الله ياخذ فيهم الحق. المشكله ياك المشكل بيني وبينك هو هضر عليا اش داك خدمتي علاش بالضبط كتجبد لي خدمتي زعما بغيتي تقطع لي الخبز الرزق بيد الله ما تقطعش لي مستحيل لانه ربي ما دام عطاها لي حبي مستحيل يقطعوا لك الرزق ديالك لحقاش الرزق بيد الله ماشي بيدهم. لا والله اختي لا اله الا الله زعما هادشي بزاف مي انا واخيرا غادي نجي شنو غنديري لي او الثاني زدتي فيه حتى انت ولفتي هادشي عطوني تقدر نديرو بل صار يكون تتبان زوينه وانا لا ديك الساعات خدي من عندي الفلترات. الو ماما قولي لي دابا هذه المره فاش غنجي شنو غندير؟ ايوا كلشي درتي اختي حتى متقبه وخيطتيها اش بقات ما اش بقات مازال اختي بغيت نهرس شي ضلعه شدي هرسي لي شي ضليعات لا هاد المره غادي نجي نهرسك انت كامله الله يحفظها حبة جمع عليك حبي غادي نجيب معايا لونة اولا نهار الكبير اشنو باغي ديري ليها حتى هي عطي اوليو سمايل بزاف عليك ما غندير لها والو غتجي غير تسارع شوفي ولكن ضروري شوفي شوفي الصدمة اللي غنديرو اليوم هي فاش غنديو لنا الكلينيك ديال الاسنان وتجلس تما مع الدكتور ويبقى يشوف لها سنانها وقولي لهم اصغر يوتيوبرز في العالم جات لعندي قولي لهم موت بالسم اصغر يوتيوبر مغربيه جات لعندي العياده يا عمر الله العظيم نهار الكبير عزيزه وغاليه وشتا حبي منك ماشي غير تتعاملي مع الناس كاملين بحال بحال كنكبر بيهم تنخرج معاهم الحمد لله يعني شوفي حبي انا نيتي هي اللي كتغلب والله الحمد لله كتغلب قسما بالله والحمد لله اختي والله ما نكذب عليك راه ما تنصورش مره مره ها انتم الناس اللي تابعيني في الانستغرام وسناب شات شوفوا غدا غنمشي نصور وتشوفوا شحال من عمليه شحال من واحد جاي يدير السن غدا انا ما تنبغيش نصور صافي انا داك الشيء طلع لي في راسي يا اختي كثرت العين ما بقيتش كنصور كنصور مره مره ولكن غدا غادي نصور لهم ثاني عرفت شحال من واحد تيجي وما تبغيش نصورهم اختي ملي ولاو تيجيو عندي الافارقه اش بقاو اش بقاو ملي ولاو تيجيو الناس في الحكومه اش بقى مازال الا باج الحكومه راه عارفه شكون اللي جا عندي تبارك الله راه منين وريت ليها شكون اللي جا عندي بقات مصدومه قالت لي انا مستحق قلت لها وهاتي شوفي التصاور هذيك ديري كابتشر يا ربي ما يكونش ولدو كيتفرج فيا حتى هو جا دار عندي السنان ما شاء الله لا حبي انت وتشوفي شكون اللي جا عندي من الدوله اتصدمي ايوا الحمد لله شوفي الواحد خدمتو كتخدم عليه انا ما محتاجش ندير دعايه دابا انا الناس ولاو كيشوفوا الناس وكيجيو عندي عن طريق اجي نقول لك لقيتي تهبل حبي سكتي ما تفقسينيش اقسم بالله راني مفقوسه ما لقيتوش حبي طيروا لي السفله والحوالق يا اختي شو مالك اش كتضحك بيبي بالي ماما شو مالك يا حبي علاش ماما وعلى
حبي وانا نجيب لها نمشيو يلاه نمشيو ناكلو لا بغيت الخليج يامي اش غديري في الخليج بغيت نمشي للسعوديه يامي نمشيو انا وياك نمشيو نديرو العمره ونديرو الحج انا نمشي نديرو عمره الا بغيتي تمشي للسعوديه يلاه نمشيو يلاه نمشيو نديرو العمره ولكن غيقبلوك في العمره انت عندك التحت طويل والفوق الصدر عادي هذا حب غنلبس من هنايا عبايه ومن هنا غنلبس الدروع القندريسي لا انفوسي ماما قولي لها صوفيا طالوني نو صوفيا طالوني ديري لي ابوني يا صاحبتي ديري لي ابوني لونا ديري لها ابوني ولسه ندير لك ابوني 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 صوفيا هكذاك بلاك لونا غتخلصي عليا بفلوسك انا وصوفيا انا كتقول لي لا فاش قلت لها انا وصوفيا شي غنديروا لها بحال اللانجري غنفتخوها تخلص شوفي راه جايه مع الولاد شوفي لونا غتجي مع الولاد الشهر الفلوس ديال اليوتيوب معاك ماما دي سيتي سي حميد يلا سيري شمع اللي قد كل سيتي بكم صرفوا بيه أحبي جيبي هالفتخة والله جيبي الفلوس ديالها صاحب ترى كاني مدراري زويوني في تركيا أولي ما انت ما تتحشمش وانا نقدو لك أنا بغيت الدراري وكي ما عنديش فلوس صاحب كان اللانجري ومالي أنا غنعطيك فلوس بنتي باش تمشي تخسرهم في الفساد أولي ايوا اختي راه حتى الله جرى تاخذ فلوس امو تيخلص بهم الدراري غاسك يا صاحب زبله ما نهضروا على داكشي اللي وقع في دار مينيستا قولوا يطلع قولوا يطلع ما عرفتش فين هو مسكين توحشتو غير كيمشي طلعي بالفلوس احبي راه كيمشي غير على ستوريات كيخلص هذوك الديكولات كيخلصهم 3000 4000 اورو وانا نجيب نطلع عندي في اللايف لا والله لا طلعوا 3000 الاورو اسمعي انا تصدمت فاش شفت اللانجري خلص عرفتي شكون خلص كون كان غير شي تركي زوين ولا شي لبناني ولا حبي لك قلت لك شكون غادي تصدمي كل شكون عارف والله حبي جاب خلص واحد الهندي يا حبي والله غادي الهندي هندي يا حبي تلات به الايام خلص هندي ما تقوليهاش سولي ميليسا الا كنت انا كذابه ميليسا تقول لك لا ما تقوليهاش شوفي انا دوق شوف شنو جبت ليه انايا باش عرفتي انايا باترونا دينا وزين صراحه انا تهليت في عجبو الحال ديسكو هذيك البالون اللي فيه المخدرات عرفته ولي هذا جبتيه البنانة ولا اللانجري لا جبتو اللانجري سوز الحاج متولي ويلي 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 لا دابا السوق قلبها غنا راسات شنو هو الراي ديالك في هذاك الزاكي اللي خرج كيسب البارح بنيه صغيره مسكين شنو رايك الزاكي بابا تدينا خرج كيسبها البارح في شوف تي في قال لهم انا ما نرضاش ما يشرفنيش ندير هذيك البنت في الحاله المدنيه وشوف يا حبي على الهضره ايوا اختي ملي ولاو الزوامل تيهضروا اش قالوا للرجال اللهم ارسل السطور راه غير زامل عرفتي ما تفرجتيش الحلقه باينه ما تفرجتيش الحلقه تفرجت انا ما تنتفرجش في داك الشيء كيطلعوا لي القلب اصلا داك الشيء ديال الزبل والعفن والشوا ديال المغرب كيشوهوا بالمغرب تيطلعوا المغاربه وتضحكوا عليهم وهما ضاحكين هو مول القناه مدخل موراهم زباله فلوس في اليوتيوب في الفيسبوك في الانستغرام مدخل موراهم زباله فلوس وما عارفينش الزباله ديال المغرب شوها تحت بل نوع ديال المغرب باش الزباله يهضر في بنت صغيره هذاك راه حيوان زامل شماته كوباردي هذاك راه خصو براسو خصو لي كوكو هذاك انا بعدا كنستغرب كيفاش انا حسيت كانت كتمشي معاه واش انت بنت كامل ولا غادا مع زامل ما فهمتش لا حول ولا قوه والحاجه اللي زادت عصبتني ان نقولوا هو موسخ وخانز وما عندوش العقل وكان ضرب شي 20 سطر باش طلع في الحلقه ما نديوش عليه
انتم اصحاب الحلقه علاش بارطاجيتيو الحلقه ملي شفتوا بنت صغيره كتهان في الحلقه؟ الله يلعن بابا من الفلوس، ما نبارطاجيش انا ديك الحلقه. وهما كيبغاو يديروا باش يتاشر باش يدير البوز. انا بغيت ناكل غدي ديال البارح، بقات في ديك البنت اللي غتكبر وتشوف داك الفيديو. المره هذيك غتكبر تاج راسو تبول عليه هو وامه، هو وامه فيهم وتخرع فيهم. راه غير الا كانت تنادى على صيانه تدخلها البريفي وتقريها المدرسه تي في لونجلي، تقرا لونجلي عمر بشوف تقرا لونجلي وتقرا اللغات وتطلع بنت واصله وتقرا واعيه يدو في هذا الزام الموسخ. قول لي زعما دابا انت يا ميشر دابا لقيتي بحال ماما هرمية هاد الزنقه، راه عندها امها فيها امها فيها امراه وراجل وتجيها ومكفله بيها وموكلها ومشرباها ومنعساها ومربيها احسن تربيه، ما وقفش عليك انت يا الزامل باش تعترف ببنتها ولا باش تربيها. هذيك انت اللي تقول ما تشرفنيش، راه ملي غتكبر هي غتقول ما تشرفنيش، يكون عندي با زامل بحالك يا الشماته يا المدلل يا الديوتي يا ما عرفكش تربي يا الموسخ. راه انت اللي ما اللي ما عندك اصل، لانك كنت ولد الاصل ما تهضرش على بنت الاصل بحال ديك الطاقه وبنت باقا صغيره. يا الزامل من هذا المنبر تنقول لك الله ينعل امك الوالدين والله. امين والله الله يعطيهم مصيبه في هذا النهار الموسخ. ولكن بيني وبينك احنا بناتنا هما اللي كيرخصوا راسهم يمشوا مع ابو الزبال. ما اللي خصهم من العصا. وانا ما غاديش نعيب على المغربيه اللي كيتزوجوا بالاجانب، واللي لقى شي تزوج لقى شي باكستاني يتزوج اللهم هذاك البراني. وبعدا كديري علاش ترجع ولا ابو الزبال بحال هاد الوسخ اللي كيطلعوا في القنوات الفيديوهات ويبقاو يطيحوا من قيمتكم ويطيحوا من قيمه ولادكم. هاد ابو الزبال هاد ابو الزبال هما اللي مرخصين بنات بلادنا الله يعطيهم العذاب. كرة خلينا منهم الله ياخذ فيهم الحق. دابا شنو ندير؟ ايوا شفتي خلينا منهم. ايوا شوفي لي شي واحد اخر عاود نسبوه. يلا لا حنا عندنا حنا عندنا المستوى طالع ما كان ما لا حنا غير نهضروا فيه وصافي ما كنسبوش. ما عرفتش روح احسن شوف نهضروا بعدا. شوفي دابا شنو نديروا ان شاء الله فاش نجي انا ولونا نشدوا الطريق لشي بلاصه انا وياك ولونا. بالي حياتي لعبي لعب شوفي انا صافي نمشي البنات قولوا لنا فين نمشي ومن غير اوروبا شي دوله عربيه نمشيو لها انا وصوفيا ولونا. يلا نمشيو السعوديه صاحبي ويلا والله هنا نمشي وعافاك حبي امنيتي امنيتي نمشي السعوديه ولو غير 3 ايام ولا غير يومين غير يومين نمشيو مثلا نقولوا نمشيو الاثنين نرجعوا الاربع من ثلاث لاربع نرجعوا. ايوا حبي الباسبور الاسباني بالفيزا ولا بلا فيزا؟ حتى كتوصلي تما على حسب ما سمعتو كيتبعوا لك الفيزا الباسبور الاسباني. ما كيتبعوا لك الفيزا؟ لا لا اختي انا ما دايره وين نقول يطبعوا لي الفيزا، انا عمري مشيت يطبعوا لي الفيزا. نمشيو انا مشيت ليها جوج مرات صراحه زوينه السعوديه. كيقولوا لينا نمشيو لدبي، دبي ما يقدرش تمشي صوفيا راه مسفره من دبي. وليت شحال ما عارفين مسفره صاحبتي. وانا انا مسفره حتى للسعوديه وراني غادي للسعوديه. ويلي بنت الحرام عندك تدينا مخا مليوحين في المطار. سمحي لي يا اختي لا 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 نمشي علاش ما نمشي؟ ايوا صافي نمشي ها؟ نمشي واخا رجعني من المطار المهم تسمى مشيت للسعوديه. الا قالوا لي لا نمشي كثر من مشيت وصلت المطار. المهم نركبوا في الطياره السعوديه ونرجعوا فيها. نصور ديك المملكه العربيه السعوديه والفيزا في الباسبور. وصلت تما اللي بغات تكون تكون اختي مالي انا مسوقه. صباح بخير خرجي الفيزا انت اصلا عندك اجونس ديال الفيزات غادي ديريها في دقيقه. البنات اللي بغا شي فيزا لمصر اللي بغا دبي كديريها قطر ياكي كلشي 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 تواصل اللي بغا الاقامه ديال تركيا يتواصلوا مع تركيا. الاقامه يا صاحبي مابقاوش كيعطيو الاقامه نسيت فينا. ويلي 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 ايوا صافي. اذا المهم البنات اللي بغى اللي بغى الفيزا ديال السياحه لمصر لاي بلاصه بغاها يتواصل معايا. علاش الله يستر هذيك لاستر حبي دبري لي شي راجل تما في تركيا كيقولوا الاتراك عندهم زوين. لا حبي لا بغيتي تدبري الراجل خصك ديري بحال لانجري تخلصي بزاف عليك. عمرني ما خلصت شي راجل في حياتي نمشي معاه في فابور وما نخلصهم الا عجبني نمشي فابور.
ايوا صافي يا مي، انت شارفه راشد شارفي اللي خلصتوا على ريوسكم، جات معاكم انا بعد نخلص انا وين تجوا عندي هما مساكن. انا اصلا واحد الانسانه كبيره في الله، شو كندير اعمال خيريه واجتماعيه والله. هي كتمشي فابور هي كتمشي فابور صافي. صافي يا حبي غنمشي ندير الغدا الساعة العشية هذه، خليك في الراحة. يلا سير نتلاقاو يا حبي، يلا تصاوب.